مزيد من المتابعات والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور فرج عبد الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي. دكتور فرج، بعد التحية، يعني نتحدث عن شراكة مصرية إماراتية بتأتي تتويجا لجهود الإدارة المصرية خلال السنوات الثمانية الماضية لتحويل مصر لوجهة استثمارية عالمية. في البداية، يعني كيف يمكن أن تكون هذه الصفقة بداية لتحقيق طفرة فيما يتعلق بالتصدير العقاري؟ بداية مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. بكل تأكيد احنا بنتكلم امام صفقة من انجاز التعبير من العيار الثقيل، يعني عندنا حجم استثمارات مباشر كبير، الى جانب ان هو يساهم بشكل كبير في تطوير منطقة كبيرة في الساحل الشمالي، ودي هتكون بوابة لمزيد من الصفقات ومزيد من المشروعات اللي ممكن تكون موجودة خلال الفترة اللي جاية. بكل تأكيد هو إضافة عمرانية جديدة هتساهم بشكل أساسي في جذب استثمارات جديدة في الأجل القصير والمتوسط، هتدي فرصة أكتر للتصدير العقاري والتنمية السياحية في منطقة الساحل، هتساهم بشكل كبير في استقبال عدد سياح يتخطى 8 مليون سائح بشكل سنوي. ده كله في النهاية هيدي مؤشرات وهيحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، سواء كنا بنتكلم عن التوظف من أول يوم عمل أو بنتكلم على عدد من المؤشرات، الميزان التجاري، في ميزان الخدمات على سبيل المثال، ده هيكون في يعني تحسن واضح، إلى جانب عدد كبير من المؤشرات بيجي في مقدمتها طبعا الناتج المحلي الإجمالي هيتحسن بشكل واضح يعني. فإذا احنا أمام صفقة كبيرة آثارها الإيجابية المباشرة بتبان من أول يوم، مش عايز أقول لحضرتك بتبان كمان من قبل توقيع الصفقة، يعني احنا كنا من حوالي أسبوعين كنا بنتكلم على أنه هناك مباحثات ما بين الجانب المصري وعدد من الشركاء الدوليين حول تطوير منطقة معينة، شفنا ده على سوق الصرف في السوق الموازية في انخفاض حاد ويعني تضاؤل فرص المضاربة اللي كانت موجودة. النهاردة احنا بنتكلم على توقيع، فإذا احنا بنتكلم على شبه تلاشي للسوق السوداء خلال الأسبوع اللي جاي نتيجة للإجراءات وأثرها الإيجابية على الاقتصاد ككل. صحيح. طيب دكتور، يعني نتحدث عن 8 مليون سائح، بالتأكيد هذا الرقم من السياح وهو تقدير مبدئي للشراكة المصرية الإماراتية. نحن نتحدث عن 8 مليون سائح على مدار العام وليس فقط خلال موسم الصيف مثلما تشتهر مدن الساحل الشمالي ومدن رأس الحكمة بالعمل خلال فترة الصيف فقط. نحن أمام تغيير لفكرة استغلال، كيفية استغلال الساحل الشمالي الغربي لمصر بصورة مختلفة إذن؟ الحقيقة يعني بص حضرتك، النمط المعتاد أو التقليدي للرواج السياحي زي ما حضرتك تفضلت بينشط في الصيف، ولكن مع تنوع الخدمات اللي ممكن يكون موجود هو بيدي فرصة انه يفتح المجال امام سياح يجوا في الشتاء، بالنسبة لهم الوضع ده ممتاز جدا. عشان كده التنوع الاستثماري المطلوب اللي موجود يكون موجود في الساحل لازم يلبي كل الرغبات اللي موجودة للسياح حول العالم. عشان كده الاعلان عن صفقة بالرقم ده هو ما مش مجرد صفقة فقط واتفاق ما بين طرفين، لا، ده نتيجة لدراسات تمت بالفعل وأكدت أن هناك قابلية لتطوير هذه المنطقة ومناطق مجاورة أخرى لاستقبال المزيد والمزيد من السياح، ويكون في عائد مستمر ويكون في نوع من التدفق السياحي بشكل مستمر طول السنة. إلى جانب ده، من اليوم الأول للعمل في أي مشروع من الطوبة الأولى اللي بتتبني بيكون في أثر إيجابي عن توليد دخول لأفراد وتوفر فرص عمل إلى آخره من الآثار المباشرة اللي كل الناس عارفاها وكل الناس بتحس بيها بمجرد ما يكون في أي مشروع بالقرب منهم أو على مقربه. طيب، يعني هذا السؤال دائما ما أحب أن أطرحه على ضيوفي خلال هذه التغطية، هذه الصفقة إلى أي مدى تعكس صلابة الاقتصاد المصري وثقة المستثمر الأجنبي فيه؟ بكل تأكيد خلينا نقول انه احنا عندنا اقتصاد قوي جدا يعني، ولكن اللي بيشاع او التحدي اللي احنا موجودين فيه هو احنا بنسميه كده عثرات، يعني تحدي قصير الاجل وبيزول، ده ما يدلش على انه احنا
يعني عندنا اقتصاد هش، ولكن احنا عندنا اقتصاد قوي جدا قابل ان هو يستخدم كل الامكانات الكامنه اللي موجوده. ما زالت هناك امكانات كامنه جدا وموجوده في مناطق مختلفه، يعني عند اختيار مدينه معينه او منطقه معينه لتنميتها عمرانيا بالشكل ده وبالحجم ده بيكون سبق للكلام ده اللي اشمعنا المكان ده، عشان في بعض الموارد اللي موجوده اللي من الممكن ان يكون في مشروعات بعد كده تتكامل مع هذه التنميه العمرانيه وتدي فرص اكثر لمزيد من الاستثمارات. يعني احنا لو بنتكلم على 30 او 35 مليار تقديريه كقيمه استثماريه، فاحنا هناك اثار واستثمارات تتخطى الرقم ده. انا مش عايز اقول لحضرتك ممكن الرقم ده يكون 10% فقط. فاذا احنا امام مرحله جديده من مراحل الاستثمار، الدوله عاكفه على تهيئه مناخ الاستثمار بشكل جيد وبشكل مرن يعزز من المزيد والمزيد من وفود هذه الاستثمارات. وكمان نوعيه الاستثمارات مش بس استثمار فقط ان انا ببني مدينه سياحيه، لا، ده المدينه بيكون فيها مناطق صناعيه تخدم عليها، مناطق صناعيه تستخدم المواد الخام اللي على مقربه منها وتقدر تعزز من القيمه المضافه للخام اللي ممكن يكون بيتصدر قبل كده بشكل مباشر، فنقدر نضيف عليه قيمه مضافه لعمليه او اثنين، او حتى يصل في مراحل الانتاج انه يطلع سلعه كامله. كل ده بيؤثر بشكل او باخر على حجم الاقتصاد ككل. عمر ده ما هيجي او حجم الاستثمار ده يجي طول ما في اقتصاد قوي موجود وفي قواعد اساسيه يمكن البناء عليها. وخلينا نبقى يعني منصفين، ما فيش اي دولار واحد في العالم كله في الاستثمار هيجي بلد الا ويكون دارس كويس هو يقدر يكسب منها ازاي. دارس كويس ان هو حاطط فلوسه في مكان هيقدر يكسب منه ويكسب الشركاء اللي موجودين. فما فيش اي استثمار في العالم بيقدر يتحرك الا هو دارس بالظبط العوائد على الاستثمار، العوائد على راس المال، فتره الاسترداد بتاع الاستثمار بتاعته هتبقى قد ايه، التعاقد شكله عامل ازاي، نيه الحكومه ان هي تطور وتتعاون معاها عامل ازاي. كل ده كله معايير مبدئيه بيتم دراستها. بل حضرتك بقى احنا بنتكلم على النهارده انه في توقيع حصل بالفعل، فاذا سبقوا هذه التقديرات وهذه الدراسات بشكل جيد وبشكل مستفيض. وخلينا نتاكد انه ده بوابه لحجم كبير جدا من الاستثمار، انا اتوقع انه ممكن يكون موجود في مناطق مختلفه مش بس في الساحل الشمالي، ولكن ممكن يكون موجود في البحر الاحمر، موجود في سيناء، موجود في مناطق مختلفه. البلد بالفعل فيها امكانات اقتصاديه قويه جدا تؤهلها ان هي تكون الاولى في مصاف الدول المستقبله للاستثمار الاجنبي يعني المباشر. حضرتك تتوقع ان هي بدايه لصفقات جديده وفتح انطلاق مختلف للاقتصاد المصري؟ بكل تاكيد. احنا بنتكلم على يعني لما نيجي نقيس كده الاقتصاد ده اقتصاد دوله معينه، هل عنده قابليه ان هو يقبل استثمارات؟ عنده قابليه يقبل بقد ايه استثمارات؟ احنا لو جينا حسبنا بقى الانفراستراكشر اللي حصلت خلال السنوات اللي فاتت دي كلها وحجم القابليه او القابليه على استقبال الاستثمارات ونوعياتها المختلفه، هنلاقي ان احنا ممكن نستقبل لحد 500 مليار دولار خلال 5 سنوات. مشاريع متعلقه بالصناعه، مشاريع متعلقه بالزراعه، مشاريع متعلقه بالصناعه التعدينيه واشباه الموصلات وعدد كبير من الصناعات الهندسيه وغيرها، كل ده قابل جدا ان هو يدخل الدوله المصريه. كان هناك بعض الاجراءات كان لابد ان الدوله تاخدها وبالفعل بدات فيها. كان هناك بعض النقاط اللي كان المستثمرين عايزين يستوضحوها من جانب الحكومه اللي هو هل هيكون في اتاحيه للقطاع الخاص بشكل كبير؟ تم الاعلان بشكل قاطع على انه هناك اتاحه لدور القطاع الخاص تتخطى ال 65% من صنع الناتج المحلي الاجمالي. حجم الدوله بالنسبه للاقتصاد، الدوله اعلنت بالفعل ان هي مودريتور، يعني هتقوم بعمليه التنظيم ومش هتخش بشكل كبير، ويمكن ده انعكس بشكل كبير على يعني الاجراءات اللي خدتها الحكومه في فرض ضرائب على الشركات الحكوميه، يعني هتعامل كل الشركات بشكل سواء كان قطاع خاص او قطاع عام، وده بيدي فرصه اكتر ان يكون في منافسه. وبالمناسبه هنا يمكن يذكرني انه في احد التقارير الدوليه من حوالي شهر بالظبط اصدر انه هناك بشكل كبير يعني شفافيه في التعامل مع الشركات الحكوميه والقطاع الخاص فيما يتعلق بالضرائب والرسوم، وقال ان هناك تحرك واضح من جانب الحكومه في
تهيئة مناخ الأعمال، وده يمكن يبان خلال التقرير الخاص بزنس دورينج الفترة اللي جاية هيتحسن بشكل كبير. وخلينا برضو نذكر انه في تقرير الأونكتاد الأخير في اللي طلع في أكتوبر الماضي كان بيستشرف وبيحط بعض الرسائل كده، بيقول من الممكن ان الدولة المصرية او مصر تستقبل استثمارات ضخمة تسهم بشكل او بآخر في تخطي مرحلة تخبط العملة وسوق الصرف. ويمكن ما حددش رقم معين لان احنا كنا بنتكلم في شهر اكتوبر اللي فات، ولكن النهارده لما نيجي نشوف التوقيع النهارده فبنقول انه بالفعل المؤسسات الماليه والدوليه وبيوت الخبره الكبيره اكيد بيبقى في تفرقه واضحه ما بين انه ده امر عارض ممكن يزول في اجل قصير، وما بين اقتصاد قوي قابل ان هو يمتد وقابل ان هو يتجدد ويكون في مزيد من القابليه لاستقبال هذه الاستثمارات. طيب دكتور، يعني ما هو المدى الزمني الذي ستلقي بظلال هذه الصفقة على الاقتصاد المصري ويشعر به المواطن؟ من اليوم الأول حضرتك بيبان الأثر، يعني اليوم الأول للتوقيع بيبان. النهاردة احنا بنتكلم في يوم الجمعة، فيوم السبت بدء عمل البنوك، احنا هنشوف انهيار حد في سعر الصرف الأجنبي في الأسواق الموازية، هنلاقي شبه اضمحلال تام لعمليات المضاربة اللي موجودة. ليه؟ لانه عندنا الاثر بان في الاحتياط النقدي الاجنبي، كان عندنا وديعه برقم حوالي تقريبا 10، الوديعه دي بقت ملك للبنك المركزي، كفيل ان هو يتصرف فيها، كفيل ان هو يغطي كل الطلبات اللي عنده اللي تواجه الواردات، مش هيبقى في حاجه خالص للسوق السوداء. ده جانب. الجانب الثاني سعر الصرف لما يتحسن ويكون عندنا سوق واحده بس اللي هي السوق الرسميه، ده يؤثر بشكل مباشر على تدفق السلع والواردات اللي ممكن تكون ما بتجيش، فيدي انطباع لارتاحية الأسعار في السوق. فمتوقع جدا خلال الشهرين اللي جايين أو بنتكلم عن الربع الأخير من العام المالي الجاري أنه التضخم هينخفض ويبقى في المستوى المستهدف. ويمكن كان يعني يحضرني هنا أنه كان من حوالي شهرين أو أقل كانت الحكومة أعلنت على معدل تضخم مستهدف منخفض جدا عن الحالي في وقته، فكان في استغراب إزاي ده هيحصل، إزاي ده ممكن يتم، إزاي ده ممكن يتحقق. ولكن طبعا مع اعلان هذه الصفقه وهذه الاتفاقيه ممكن نقدر نفسر ونقول انه السيطره على اضطراب سعر الصرف هيساهم بشكل كبير في خفض التضخم، هيأثر بشكل مباشر على حياه الناس وعلى الاسعار في متناول الناس بشكل كبير، وده اللي يهم الناس. احنا لو جينا اتكلمنا وقلنا ابرز المشكلات او التحديات اللي قابلت الاقتصاد المصري هنلاقي ان هو التضخم فقط بس، ولكن مع قدوم هذه الاستثمارات ومع توقع وجود عدد كبير من الصفقات واحجام كبيره من الصفقات وتنوعها واستخدامها ويعني توليفها في ضوء الامكانات الاقتصاديه لمصر، نقدر ان احنا نحصل على معدلات مستدامه للنمو ومعدلات مقبوله من التضخم ومستويات مرتفعه للتشغيل الى اخره من المؤشرات الايجابيه اللي ممكن تكون موجوده. طيب دكتور، يعني السيد رئيس الوزراء اكد ان صفقه راس الحكمه شراكه وليست بيع اصول، وانها تصب في صالح البلدين، وقال ايضا او اكد ايضا انها تتم وفقا للقوانين المصريه. كيف ترى اهميه تلك الشراكه يا دكتور؟ بكل تاكيد، يعني يمكن احنا شفنا او انا شخصيا رصدت بعض يعني الاشاعات اللي موجوده على السوشيال ميديا وبعض الاقاويل اللي بتتردد انه يعني احنا بعنا مش عارف ايه. لا، الكلام ده يعني خلينا نقوله غير صحيح. انا عندي امكانات موجوده في الاقتصاد انا مش مستغلها، عندي منطقه قابله للتطوير انا مش مستغلها، وما عنديش القدره الماليه في الوقت الحالي ان انا اطورها، فبعمل شراكه مع طرف اجنبي او طرف محلي وفقا للضوابط القانونيه اللي موجوده، بيجي بيضخ استثمارات في الاول، بيبدا ان هو يحتاج، ما هو هيبني منين؟ يعني ما هو السؤال، هو هيبني منين؟ هيبني ازاي؟ وبيستخدم كل الموارد اللي موجوده عندك وكل العماله اللي موجوده عندك ويبدا ان هو يشتغل. كل ده ليه اثار ايجابيه. طيب احنا دلوقتي المشروع تم وبدا ودخل الخدمه، انا ليا عائد فيه يقدر ب 35%، فانا اذا المورد اللي موجود وما قدرتش ان انا استفيد منه طول السنوات اللي فاتت، لا انا دلوقتي بدات ان انا استفيد منه وليا عائد موجود من
صافي الإيراد اللي بيتحقق بشكل كبير. فهنا يجي دور الدولة ويجي دور الحكومة في إن هي كيفية إدارة الموارد المتاحة في الدولة، إن هي تقدر تعزز استفادتها من كل مورد موجود. يعني أنا دلوقتي عندنا إمكانيات كتيرة جدا على الساحل الشمالي بنشوفها، ويمكن كلنا بنشوفها يعني. ده أي حد بيروح مطروح على سبيل المثال بيقطع مئات الكيلومترات ناحية البحر، دي كلها متاحة للاستثمار. لما يجي مشروع واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة يطور هذه المناطق ويستقبل المزيد من السياح ويدور عجلة الاقتصاد مرة ثانية. ما هي إمكانات موجودة في جسم الاقتصاد، لابد إن أنا أعزز من استخدامها عشان أعمل نوع من يعني الوفرات الاقتصادية اللي أقدر أصرف بها على التعليم، وأقدر أصرف بها على الصحة، وأقدر أصرف بها على الحماية الاجتماعية بشكل يليق وبشكل كامل. أقدر أهدي من وتيرة التضخم اللي كانت موجودة، أقدر إن أنا أعزز من فرصة انتعاش الجيل اللي موجود العاصر اللي عاش الفترة بتاعة البناء. كل ده مش هيحصل إلا لما استخدم الموارد اللي عندي استخدام جيد جدا واستخدام مستدام، بمعنى إنه مش فقط أنا طورت منطقة وطلعت منها والمستثمر هو اللي يستفيد، لا، ده المستثمر كل ما هو بيكسب وهو طبعا حريص على ان هو يكسب بشكل مستمر، انا كمان كدوله بستفيد وبكسب بشكل مستمر. عشان كده النوعيه من هذه الاستثمارات مرحب بها جدا. ويمكن احنا لو لاحظنا على مدى ال 30 سنه او ال 40 سنه اللي فاتوا حول العالم وشفنا خريطه الاستثمار وخريطه التنميه العمرانيه، هنلاقي انه مش عايز اقول بعض المدن، لا، بعض الدول قامت على هذه النوعيه من الاستثمارات، ان هي تبدا تعزز من الاصول اللي موجوده عندها، من الفرص الكامنة اللي موجودة في جسم الاقتصاد، تبدأ تستقبل وفود هذه الاستثمارات، تشتغل على اللونج ران أو على المدى الزمني البعيد، يكون في عوائد قصيرة الأجل، عوائد متوسطة الأجل أو منافع متوسطة الأجل، ثم بعد كده عوائد مستمرة مع دخول هذه المشروعات الخدمية. طيب هذا المشروع إلى أي مدى يمكن أن يرسخ صورة مدينة رأس الحكمة كمركز عالمي للسياحة على مستوى العالم؟ وأيضا كيف يمكن استفادة المقاصد السياحية المصرية من مثل هذا الأمر؟ في اعتقادي أنه مش بس رأس الحكمة بس، يعني احنا بنتكلم على مشروع هيمتد العمل فيه لمدة سنوات عشان يدخل خدمة، ويدخل طبعا بشكل مرحلي، يعني كل مرحلة كل المناطق المجاورة طول فترة عمل المشروع أو العمل على المشروع، كل المناطق دي هيكون في دخول، هتتولى الدخول بشكل مستمر طول السنة، مش هيبقى بس فقط في موسم الصيف. عشان كده الدخول في هذه الاستثمارات بيدي فرصة للمشروعات القائمة الحالية، الفنادق والمناطق السكنية وكل الأنشطة الاقتصادية المجاورة لهذه المنطقة ومدينة رأس الحكمة، إنها تشتغل لمدة على الأقل 7 أو 8 سنين طول السنة. ليه؟ لأنه هيبقى العمل قائم وشغالين في المدينة بشكل كامل طوال الساعة عشان يقدروا ينجزوا أكبر قدر ممكن ويقدروا يطوروها بالشكل المطلوب. عشان كده احنا بنتكلم على مدينة العالمين، على مدينة سيدي عبد الرحمن، كل المدن اللي هي فيها ناس وفيها بشكل كبير عيشة ناس ودخول ناس، هنشهد خلال الفترة اللي جاية توفر فرص عمل موجودة، توفر استدامة لفرص العمل مش بس في الصيف فقط، هنلاقي فيه نوع من الانتعاشة الاقتصادية الناتجة عن البدء في هذه المشروعات. طيب فيما يتعلق بتوفر فرص العمل، حينما نتحدث عن ملايين فرص العمل يوفرها هذا المشروع، وفرص عمل سوف تستمر مع انطلاق هذا المشروع ودخوله الخدمة، كيف يمكن لهذه الأرقام أن تنعكس بالإجابة على الاقتصاد المصري؟ بكل تأكيد كل دولار واحد بيدخل من بره سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة لاستمرار أعمال التطوير اللي موجودة في المدن هيؤثر إيجابا في الاقتصاد المصري، هينعكس بشكل أساسي على حجم الناتج اللي موجود ممكن يكون يرصد خلال الفترة الجاية. احنا بنتكلم النهاردة 2024 في حدود ال 12 او 11 تريليون جنيه، ده حجم الناتج، لا احنا بنتكلم ان هو ممكن يصل 14 و15 تريليون. نتيجه لايه؟ نتيجه لحجم المشروعات اللي ممكن يتم الدخول فيه وتبدا تدخل خدمه تدريجيا. فاذا الاستثمارات بشكل كامل اجنبيه او بالاشتراك مع
استثمار محلي هيساهم بشكل أساسي بالدرجة الأولى في توفر فرص العمل، هيساهم بشكل أساسي في استدامة الأنشطة الاقتصادية اللي موجودة في منطقة الساحل بشكل كبير. يعني هنروح في الشتاء نلاقي ناس موجودة ونلاقي في شغل ونلاقي في أنشطة شغالة بشكل كامل، ده هيدي فرصة أكتر لتعميق التنمية واستدامتها في هذه المناطق. يعني مش هنلاقي فترة من الفترات إنه عندنا منطقة كده هي بس شغالة في الصيف، لا هتبقى شغالة بشكل كامل طول السنة نتيجة للتطوير اللي ممكن يكون موجود فيها وطبيعة السياح اللي ممكن نستهدفهم خلال الفترة اللي هيشتغل فيها المشروع. طيب، يعني هذا المشروع بالتأكيد أوجد طفرة فيما يتعلق بالقطاع السياحي، هل تتوقع دكتور أن يوجد طفرات أخرى في قطاعات أخرى باستثمارات أجنبية في أي من القطاعات الأخرى؟ يفتح شهية المستثمرين بمعنى أصح المستثمر الأجنبي للاستثمار في قطاعات أخرى، وما هي هذه القطاعات؟ خلينا نقول أنه يعني أنا بحيي حضرتك فعلا على هذا السؤال، يعني لأنه إحنا النهاردة دلوقتي لو فتحنا فقط الخريطة الاستثمارية لمصر وبصينا على منطقة الساحل هنلاقي كل المناطق بكافة الأنشطة متاحة ومعروضة عليها. تمام. وده ده بالحقيقة هو ده اللي بنعول عليه في عملية استقطاب وجذب الاستثمار الأجنبي. مجرد ما المستثمرين الأجانب يشوفوا إن إحنا النهاردة بنتكلم على حجم استثمار بالرقم ده على طول هتلاقيهم إن هما بيتحسسوا بيشوفوا طب إيه الأماكن اللي ممكن نبدأ نخش فيها باستثمارات، إيه هي طبيعة الأنشطة اللي موجودة ممكن نخش فيها باستثمارات وهكذا. فإذا لو جينا بصينا على على الخريطة الاستثمارية في مصر هنلاقي إن هي متنوعة وفقا لكل الموارد اللي موجودة في كل منطقة. يعني لو بصينا على منطقة الساحل هنلاقي إنه سواء كان الساحل الغربي أو المنطقة اللي هي جوار دمياط والمنطقة دي هنلاقي إنه فيها صناعات واعدة جدا خاصة بالصناعات الإلكترونية متوقع إن هي تدخل نتيجة توفر بعض المعادن اللي موجودة. هنلاقي إنه في بعض الأنشطة اللي ليها علاقة ب يعني بعيدا يعني بالإضافة إلى التنمية العمرانية هنلاقي إن في أنشطة لوجستية ممكن تكون موجودة هتخدم على هذه المناطق. هنلاقي ممكن المستودعات العالمية اللي ليها علاقة ب الشركات الشحن والتجارة الدولية اللي موجودة هنلاقي إن هي تحب إن هي تكون ليها أماكن في هذه المناطق فتبدأ تخاطب الجهات الرسمية إن إحنا عايزين يكون عندنا مستودع أو اثنين أو أكثر. بالإضافة كمان بما ان احنا في عصر رقمي وتطور بشكل كبير هنلاقي انه مستودعات البيانات الكبيره والشركات العامله في التكنولوجيا يحب يكون ليها مراكز في هذه المناطق، يحب يكون ليها تواجد مع اليوم الاول لبدء للبدء في هذه المشروعات. فكل الانشطه المستقبليه اللي ممكن تتخيلها حضرتك ممكن تكون موجوده من اليوم الاول، مش بس عمليه تطوير وان انا بستهدف فقط منطقه عمرانيه بنشئها، لا ده الموضوع ابعد من كده بكتير. احنا في حاله من الحراك الدولي على المستوى الاستثماري وكل الاستثمارات اللي كانت معطله في فتره كورونا وتعطلت كمان بسبب الاضطرابات اللي موجوده بتسعى ان هي توظف اموالها بشكل جيد يجنبها الاضطرابات الماليه اللي ممكن تحصل خلال الفتره اللي جايه. العالم كله في الوقت الحالي بيتغير بشكل اساسي فكل الاستثمارات بتحاول ان هي يعاد استثمارها مره ثانيه وان هي تدخل في اصول حقيقيه عشان تحسبا لاي صدمه ماليه ممكن تحصل في المستقبل القريب. طب دكتور، يعني المشروع وفقا لتصريحات رئيس الوزراء هيوفر الملايين من فرص العمل خاصه لابناء مطروح، كيف ترى اهميه هذا التوجه الجاد من الدوله لدمج ابناء المحافظات كافه في عمليه التنميه دكتور؟ انا في اعتقادي ان هو ليه بعدين. البعد الاول ان انا كدوله بستخدم كل الموارد الكامنه اللي عندي اللي انا ما استغلتهاش في فتره من الفترات، ده البعد الاول. البعد الثاني انه طوال الفتره الماضيه اللي انا ما استغلتش هذه الموارد كل السكان حرموا من التنميه اللي موجوده، فجاء الوقت انه لابد انه يكون في توزيع حقيقي على الارض لعوائد التنميه اللي ممكن تكون موجوده. او بكل بساطه اي مشروع بيتم النهارده المستفيد الاول بدرجه كبيره كل القاطنين بالقرب من هذا المكان او في هذا المكان، عشان كده هم المستفيدين في توفر فرص العمل، مستفيدين من المشروعات اللي موجوده الصغيره والمتوسطه اللي هتخدم على انشاء هذه المدينه وهذه المنطقه. كل ده يحصل فيه نوع من الرواج الاقتصادي والانشطه المساعده هيدي فرصه اكتر لناس يتولد عندهم دخول، لناس
تنتقل معيشتهم الى هذه المناطق بشكل كبير، يسيبوا المناطق المتكدسه اللي موجوده، يبحثوا عن استدامه فرصه العمل في هذه المناطق، كل ده هيدي فرصه اكثر للمزيد والمزيد من الرواج الاقتصادي على المستوى الكلي. اشكرك جزيل الشكر دكتور فرج عبد الله، عضو الجمعيه المصريه للاقتصاد السياسي.